السلام عليكم متتابعين قناه زين كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي زونديف غراتان. كنحتاج كيلو ديال لي زونديف على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا، كيلو وكل واحد على حسب يعني القياس اللي عنده. عندي هنايا 50 غرام ديال الفرماج غابي، فرماج محكوك احمر. عندي هنايا الملحه وعندي بيشاميل كي كتشوف. دابا غادي ندوز نصايب لي زونديف. كناخذ لي زونديف غسلته كي كتشوفوا، غسلته مزيان وغادي نحيد لي هاد الكحول اللي عنده هنايا وكنقسمو على جوج، كنقسمو بحال هكذا. كتجي الكغاطان ديالو زوينه بزاف كي كتعرفوا، هو شويه مر ولكن ملي كيطيب بحال هكذا كيتسلق في الماء ومن بعد كتقطروه مزيان هذاك الماء وكديروه في الكغاف سميتو في المول وكديروا ليه بيشاميل. ها نتوما غادي تبقاو معايا وتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا كلشي على عينيكم. كنستمر بحال هكذا حتى سميتو نكمل كاع هاد لي زونديف ديالي. كنقسمو على جوج بحال هكا وكنجيب كوكوت ولا مرميطه وندير فيها الماء وغادي نديرو يطيب حتى يغلى الماء وندير فيه لي زونديف يتسلق. كي كتشوفو من بعد ما درت الماء والملحه ها هو طاب، دابا غادي ندير لي زونديف ديالي. هكذا وغادي نخليهم حتى يطيبوا، منين يطيبوا غادي نصفيهم من الماء. من بعد لي زونديف ما طابوا كي كتشوفوا ها نتوما كيجيو على هذا الشكل هكا، ها هما استقطروا من الماء. دابا غادي ندوز نديرهم في اللاطه اللي تدخل الفران باش يطيبوا بحال الكغاطان. كي كتشوفوا كنجيب شويه ديال الزبده، كندير شويه ديال الزبده هكذا في اللاطه وكنبقى نستف هذوك لي زونديف. كنجيب بيشاميل كنسرحو بحال هكذا وكندير الفرماج وكنولي نسرح طبقه الجوجه. كنولي نخوي هذاك البيشاميل اللي بقى ليا كنسرحو مزيان فوق لي زونديف. الحقيقه كتجي زوينه بزاف، كنتمنىكم تجربوها، كيجي فيها واحد المذاق زوين. وغادي ندير هذاك الفرماج من الفوق. غادي ندخلها للفران طيب ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال لي زونديف. الكغاطان ديالي من بعد ما طابت ها نتوما كي كتشوفوا كتجي بحال هكذا، كتجي محمره زوينه. غادي
نوريكم كيف كتجي من داخل. تجي على هذا الشكل هذا. بحال هكذا كتجي زوينه بزاف. كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم تعجبكم، وما تنساوش تابونيو فلاشين ديالي وتبارطاجيوها. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.